صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ألا يؤخذ من قول الله تعالى إلا قيلا سلاما سلاما أنه يجوز في إلقاء السلام أن يقال سلام؟ نعم، هذا موجود في القرآن، يعني تنكير السلام يقال سلام، هذا قاله إبراهيم عليه السلام، قالته الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فيجوز أنه يجعل بالألف واللام السلام عليكم والسلام على من اتبع الهدى، ويجوز أن ينكر فيقال سلام، وهذا يقولون أنه أبلغ، تنكير أبلغ من التعريف. نعم.